واش فاسك انه الابتداء درس صعيب وقاسح وفي نفس الوقت هو جميل للمسلم، وفرسك بلي انه اذا رضيتي بهذا الابتلاء رضا تام على انه نعمه من الله عز وجل وانه اختبار من مولانا واكراما منه غادي ترفع عليك. وشنو الدليل على هذا الكلام؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ابتلاه مولانا انه يذبح ولده، فانت ولا انا لما كان مرضو او لك تجينا شي هم او شي ابتلاء وكرضوا به بلي انه من الله عز وجل وبلي الهدف منه انه يرفع الدرجه ديالنا، هنا مولانا تيحيد علينا داك الهم وداك الابتلاء، وربما كيرزقنا مولانا في هذه اللحظه من الصبر العجيب اللي تقدر تحمله وما يبقاش يبان لك بلي على هذا الابتلاء راه ابتلاء. حكايتنا الليله تماما هذا الشيء اللي قلت، ما تمشوا فين وبقوا معايا باش تستافدوا من درس الليله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير اموركم هانيه احوالكم طيبه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. فقبل ما ندخلوا في حلقتنا الليله ما تنسوش انكم تضغطوا لتحت على زر الاعجاب، شكرا لكم ونقول لكم يلا لنبدا. انا رانيا، انا هي الصغيره ما بين خوتي، الاب ديالي خدام والحاله الماديه كانت مستقره وكافيه باش اننا نعيشوا كاسره. ماما كانت ربات بيت، كنا عايشين في واحد البارتما اللي كانت دارنا، والعائلة ديال بابا كانوا ساكنين فوق منا في بارتما واحدة أخرى، ما كناش كارين. عشنا واحد الطفولة اللي هي صعيبة بزاف، حيتاش الوالد ديالي كان صعيب لواحد الدرجة ما كتصورش. غادي تجيني الضيقة وأنا عندي 3 شهور، فهاد السن بديت كنتخنق بسبب العناد ديال الوالد ديالي، ببساطة أنه كانت الدار مصبوغة، وديك الليلة ما خلاش ماما أنها تبات عند شي حد من خوتها، كان دائما اي حاجه ولو بسيطه كانت يدير عليها مشكل وما تيخليكش ديري شي حوايج واخا من الضروريات. فبقات ماما كتقول ليه راه البنت كتشم هاد الريحه وراه غير كتكح، ولكن لا حركه ولا سكون. من ديك الوقت انا فيا الدقه، مع العلم انني عمرني ما مشيت عند شي طبيب باش انه يشخصني. بقيت بحال هكا كنتخنق، وكديني ماما كل ليله للسبيطار نتاع الحومه اللي كانوا كيعطوني الدوايات، وبقيت كبره بهذه الطريقه. تنكبر وانا ما كنقدرش نشم الغبره، ما كنقدرش على الدخان، ما كنقدرش على الصباغه او لا اي حاجه من هذا القبيل اللي كانت كتمرضني. الاب ديالي كان بخيل بزاف، وشي حوايج اللي من حقك كطفل انهم يكونوا عندك حنا ما كانوش عندنا. ما كانش كيعطي الماما باش انها تشري لي الدواء باش انها تكسينا في العيد الا من بعد معاناه ومعاناه والمعيار والضرب باش انا مسكينه كانت كتاخذ دوك الفلوس باش تقدر تكسينا. حتى من الادوات ديال المدرسه والكتوبه كانوا معاناه باش كناخذوهم، وما كناخذوهمش كاملين. هكاك بديت من الابتدائي وانا عندي 6 سنين. واحد المره غادي نتخنق مع الزوج ديال الليل، نط ماما قالت ليه راه رانيا مخنوقه خاصة المستعجلات، عطيني عافاك شي فلوس باش نشد الطاكسي نديها. بقى الصورة ما بين عيني، هي كطلب فيه وهو تيعيرها وكيضربها. ورغم هادشي كله كنت ديما من المتفوقين في المدرسة، وكنجي أنا الأولى على الصعيد المؤسسة كلها. كنت تنحماق على شي حاجة سميتها القراية، حيت كنت تنستمتع بها واخا كنت كنعاني باش أنني نشري الأدوات المدرسية، لدرجة أنني كنت تنكره الدخول المدرسي بسبب هادشي والتجرجير ديال بابا. كبرنا وسط هاد المعاناة وسط هادشي كله، اقل حاجه كانت ينوض عليها صداع السكر اذا تقاضى، ولا الزيت كنعولوا على انها غادي تنوض الحرب في الدار. وماما كانت مسكينه ديما وكل العصا قدام عينيا، وحنا ما تنقدروش نهضروا وما عندناش اصلا الحق اننا نبكيو، واذا بكينا كيخلطنا معاها، وهي بدورها كتخلعنا وكتقول لنا عافاكم غير سكتوا عندكم باكم، لا راه باكم جاي. ولكن معذوره لانه هي مسكينه كبرات بلا اب وما عندهاش شي خوها، فديما كانت تعتبر بلي انه الراجل من حقه يتصرف بهذه الطريقه. المهم العنف الجسدي واللفظي وحتى القمع، العائله ديما كانوا حاقرين علينا، وديما حنا هما ولاد فلانه غير كيتسخروا بينا، حنا هما دوك اللي ما كتكوني دايره حتى شي حاجه، ولكن في نفس الوقت ديما خايفه اللي يقولوا لباك شي حاجه انت بريئه منها. كانوا تيحقرونا بزاف، كلشي لابس وحنا لا، والعيد هما فرحانين وحنا ديما عندنا الغوات في الدار، الا بقينا فيهم تيهبطوا يفكوا ماما من العصا. كبرنا شويه وصلت للاعدادي، بديت كنحس شويه براسي بحال بغاو يجيونا الاعصاب، ولكن واخا هكاك ما كنت نقدر نقول والو لماما حيتاش كانت تتبقى فيا هي اصلا في معاناه، كنبغيش نزيد عليها. خوتي اللي كانوا كبر مني غادي يخرجوا من المدرسه، ما قدروش انهم يكملوا، وكل واحد فيهم وشنو خدم باش كانوا تيعاونونا واحد شويه اذا احتاجت شي حاجه في المدرسه، واذا ماما بغات شي حاجه. باقا كنعقل فاش كنت في التاسعه على ما اظن كان واحد المره غادي تحرش بيا واحد السيد من عائلتي جسديا، واللي كان ساكن معانا واخا ما كانتش شي حاجه اللي هي كبيره، مع العلم انه كان مزوج وبولادو، كان كيتخرب مني وانا كنت خايفه وما قدرتش انني نهضر ولا حتى نقول مع راسي
اذا بابا مشى حتى عرف هذا الشيء غادي يضربني انا، وماما ما كنتش كنقدر نقول لها هذا الشيء باش ما تعصبش. هذاك السيد كان كيستغل هذه النقطه حيتاش عارف بلي انني ما نقدر نقول والو، حيت كنا معروفين بلي اننا كنا مقموعين وما نقدروش ندويو على حقنا واخا كان تعايروا من على برا، لدرجه انه البراني يضربنا واخا حنا مظلومين ما عندناش الحق نهضروا. بقيت ساكته وكان جمع في قلبي وكان تعقد. كندخل الطواليت عزكم الله باش نكون بوحدي ونبدا نبكي. دخلت للثانوي ومرضت، صابيت بالمس وبداو معاناه وحده اخرين. كنت تنطيح وما كان عقلش على راسي، وكنت تنحلم احلام اللي كانوا خايبين. غادي نمشيو ندوزو مره وحده عند الطبيب نتاع الاعصاب، وقال لي بلي انا عندي الاعصاب، ولكن الرقات كانوا تيقولوا بلي انه كان فيه مس. المهم عشت 3 سنين ما تناكلش وما تنعش، وتنعس بالنهار وكنبقى حاله عيني بالليل، وكيبداو يبانوا لي غير الحشرات. كانت معاناه في قلب المعاناه اللي كنت كنعيشهم مع بابا. هذيك الفتره المستوى الدراسي ديالي بطبيعه الحال غادي يطيح. وصلت للسيزيام وانا نجيب على الاقل معدل، وفي الباك حسيت براسي بلي انني وليت مزيان، ورجعت عاونت راسي حيتاش واخا الرقات داكشي ما كان فادني في حتى شي حاجه، انا اللي كنت كنعاون راسي بالصلاه والقران حتى فاتني الحال وما بقاش داكشي تيغلب عليا بزاف. قدرت نرجع لقرايتي وندير مجهود، وخديت الباك ديالي بموسيون تري بيان، مع العلم انه ما كانش متاح ليا انني ندير شي ساعات اضافيه في القرايه باش نتعاون بهم. كنت كنتقاتل مع راسي وكنطلب ادوات من التلاميذ اللي معايا ونشقى عند الناس اللي من عائلتي غير باش يدوروا معايا باش نقدر نشري لي الكتوبه. غادي نستغل التفوق ديالي في القرايه، وكنت نعاون التلاميذ اللي كانوا كيقراو معايا وفي المقابل كانوا تيدوروا معايا. بعد ما شديت الباك كنت تمنيت انني ندير واحد الجامعه ديال المهندسين، ولكن هنا جا المشكل ديال التقياد. شكون غادي يخلص ليا ولمن غادي نقولها وكيفاش غادي ندير نمشي نقرا في مدينه واحده اخرى؟ بابا ما غاديش يبغي. استسلمت وخليت الحلم ديالي انه يدوز ما بين يدي. دخلت لجامعه عاديه وقريت فيها عام وما تفوقتش فيها وما تقبلتهاش. كنت نحس براسي بلي انه كان عندي واحد الجهد كبير اللي كنت نقدر نعطيه في القرايه، ولكن ما تعطاتنيش فرصه باش انني نتقدم، حيت كنت غادي نمشي بعيد كنوقف معايا بابا ولو غير بجيبو بشي حاجه اللي هي بسيطه من الفلوس. غادي نمشي ندير مدرسه واحده اخرى اللي فيها الداخليه. اختي الكبيره اللي مزوجه واحد المره كنت عندها، وجاو عائله راجلها وكانت شافتني واحد السيده من عائلته عجبتها، وصراحه انا شكلا الحمد لله كلشي تيقول عليا بلي انني زوينه، وكان اي واحد يشوفني تيبغي يتزوج بيا، ولكن انا كنت معقده من الرجال ما كنتش نحملهم حيتاش كانوا تيبانوا لي كلهم خايبين، وما كنتش كنتقبل فكره الزواج حيت كان المثال الحي قدام عيني هو ديال ماما وبابا. هذيك السيده غادي تدوي مع ماما وهذاك ولدها غادي يدوي معايا انا، وقال لي بلي انه ناوي المعقول معايا. انا غادي نقول هذا الشيء لاختي، وخاتك تقول لي ايوا صافي مزيان هما راه متقي الله. فعلا كانوا متقين الله وكانوا ميسورين، ومعروف عليهم بلي انهم كيعاونوا ولادهم باش انهم يوصلوهم وكانوا حنان معاهم. عكسنا حنا كنا معطشين وما عندنا والو من هذا الشيء كله. اختي قالت لي راني تنشوفهم الحياه اللي كيعيشوا تمنيتها لك انك تكوني وحده منهم، وبدات كتشكرهم ليا. قلت لها واخا، وهنا كنت يلا غادي نمشي لديك المدرسه الاخرى. هاد السيد دير على اساس انه غادي يخرج على المغرب، غادي يمشي يكمل قرايته على برا، ولما غادي يرجع غادي نديرو خطوبه رسميه من بعد الزواج وانا غادي نمشي معاه. اتفقت معاه انه الحاجه الوحيده اللي ما يحبسنيش عليها هي القرايه. فعلا حتى هو بغى يعاونني وحب هاد الفكره. انا بنيت احلام واحلام وبقيت معاه على تواصل. الاب ديالو بعض المرات كيجي عند بابا للدار، وبقات بحال هكا العلاقه ما بيناتنا. وجا الوقت فين هو غادي يمشي على برا، مشى شويه بدا سيد كيتبدل، بدا تيشوف الدنيا بطريقه واحده اخرى. انا تنقول غير راه كيتهيئ ليا، وواقيلا راه غير كنتخايل. تنقول صافي الغايب راه حجتو معاه، لكن في نفس الوقت اختي كتقول ليا انت اللي ما كتعرفيش تصرفي وما كتعرفيش تهضري معاه وما كتعرفيش تناقشي معاه. انا كنت ديما ما تنبينش، واخا كنت نحس بشي حاجه ماشي حتى لهي كنبقى كاتمها. دازت مده على المشيه ديالو بشي 4 شهور ولا 5 شهور، دوا معايا وقال لي شوفي الامور كلها تقدات، راهي ان شاء الله غادي نجي للمغرب في هذا الوقت الفلاني، وراني دويت مع اختك غادي نتزوجوا وديري فيزا ايتيديون ومن بعد غادي تمشي وحنا مزوجين وراه تما غادي تقراي. اختي بدات كتقد معايا في الاوراق، وبديت كنشوف الجامعات اللي غادي نمشي ليهم، وحسيت براسي بلي انني صافي غادي نبدا حياه جديده من داكشي اللي كنبغي. غادي نقرا وغادي نوصل، مع امل انني فاش نوصل نعتق ماما ونعاونها من المعاناه اليوميه ديالها. بدينا في الاجراءات، ولكن فجاه السيد خبر تنصوني ما كيجاوبنيش، مبلوكيني، مع العلم انه كانت ديك الليله اللي غادي يمشي فيها عندي المغرب دوا معايا. وقال لي راه غدا راني جاي في الصباح، وصور لي البيان تاع الطياره وراني الرحيل ديالو، وبلي انه بدل ديك البارتمان باش يجي يكمل معايا الوراق
ونقضوا امورنا رسميا وانني نلتحق به. صافي انا ديك الوقت علمت ماما وخوتي بلي انه السي فلان راه جاي غدا، ولكن هاد الليله بالضبط غادي يخبر ليه الاثار. وهنا ما بقيتش عارفه واش السيد جا ولا لا، وهو مبلوكيني من كلشي وما عنديش حتى فين نهضر معاه، وما كنتش كنقدر انا نهضر مع امو لانها هي اللي كانت صراحه كتتصل بيا مره كتسول فيا. دارنا بقاو كيسولوا فيا فين هو فلان، تنقول لهم راه غير ما عرفش وسديت الموضوع. واخا اختي بقات كتلومني بلي انا راه مني الغلط وما كنعرفش نتصرف، كنسمع ليها وتنقول ليها غير عندك الحق غير باش انني ما نتقابحش معاها. دازت تقريبا 4 شهور وجا رمضان وجات واحد اختي واحده اخرى اللي كانت قريبه مني بزاف باش انها تفطر معانا. شفتها كتشوف فيا واحد الشوفات اللي ما كانوش حتى لهيه بحال كانت كتخزر فيا، بقيت كنشوف فيها وسولتها ماك اختي كتشوفي فيا بحال هكا شنو درت لك؟ قالت لي ما كتهضري بحال ما عارفه حتى شي حاجه. شنو كاين فلان راه عنده العرس نهار السبت وانت ما كايناش في هذا العالم، شكون هذا فلان فلان؟ وهنا شدتني واحد الصدمه، حيت شنو كنت قلت يمكن عنده مشاكل ولا خرجت ليه شي حاجه. عمري ما توقعت بلي انه هذا السيد غادي يشوف حياته بهذه السرعه بطريقه واحده اخرى ودير العرس كبير وفي قاعه. شدتني واحد الصدمه وخيبه امل، ما رضيتش وما عرفتش كيفاش نتصرف. قلت لها لا انا ما في خباريش، لا كتكتبي في خبار كلشي وما بغيتيش تبوحي ومنمثلين راسنا في الارض وخليتينا بحال هكا مشوهين. جا فلان وخلاها وتزوج عليها، عييت من حلف ليها بلي انا والله ما في خباري شي حاجه. راه من داك النهار فاش وريتكم غادي يصبح هنا وراني داك البيي، من ديك الساعه ما بقيت عرفت عليه شي حاجه. البيي ولات كحله في وجهي، خرجت للزنقه بالليل كنبكي حيت ما نقدرش نبين لماما شي حاجه كتالمني. جاتني هي السيريا ديال البكا حيت الاحلام ديالي كلهم اللي بنيت كلشي غادي يتضرب في الزيرو، ودازت عليا الصعيبه وما قدرتش ننسى ديك الصدمه. كنت كنبرد على راسي بالصلاه، كنبقى كنصلي وكنقرا قران باش نعاون راسي. داز شي شهرين تخرجت وجا الوقت فين انني ندوز الكونكور باش نتعين، وتلاقيت بواحد الناس اللي كندوز عندهم ستاج، وما بينهم كان واحد السيد اللي كان شافني في الكونكور اللي من بعد دازت واحد الشهرين ولقاني وجا لعندي وقال لي سلام لاباس واش عقلتي عليا؟ راه كنت ديما باغي نشوف كيفاش نتواصل معاك ولكن ما لقيتش كيفاش، عطاني النمره ديالو. مشيت للدار دازت اسبوع وقلتها لاختي وبدات كتقول لي علاش حتى ما دويش معاه والسيد جاك نيشان، وانت باش تبردي الصدمه اللي دوز عليك هذاك خاينه وتنتقمي منه ويسق لك الخبر بلي راك حتى انت تزوجتي ووافقتي. فعلا دويت معاه وتعارفنا، انا ما نجحتش في داك الكونكور وكان خاصني نتسنى واحد 6 شهور باش انني نعاود حتى العام الجاي حيتاش ما بقيتش عقلت. بقات يدوي معايا ولقيته بلي ناويين معقول وما فيهش تساره. قلت ليه مرحبا غادي يجيو عندنا عائلته، جات مو با وكانت قالت ليه مو باش هو ما يحضرش معاهم وشي متقاليد ديالهم والله اعلم. مع الدخله مو غادي تطلع وغادي تهبط فيا وغادي تقول لي انت اللي باغيك ولدي. اييه قدام خواتاتي ووالديا غادي تقول لي هذا الكلام. قالت لي غادي نقول لك زوج ديال الكلمات بنتي رانيا، انا ما جايش نخطبك، انا جايه ندير الخاطر لولدي ونشوفك، ولا عجبتيني ديك الساعه غادي نشوف شنو يكون. ماما مسكينه بقات غير ساكته وهي اصلا من اطيب خلق الله، ما كتقدرش تهضر وغدا غير بجنب الحيط. انا بقيت ساكته واخا تصدمت. منين جلست وهي كتعاير فينا بواحد الطريقه اللي فنيه وغير مباشره بحال عطى الله البنات ولدي انا راه غير شكون وشكون اللي بغات تديه، السيده جايه عواله تخسر السمعه ديالي وتخليني نرفض ولدها. راجلها كان الله يعمرها دار، وكان تيهضر مع بابا وكان تيهضر في حدود المعقول وهي غير الاهانات. واش كتعرفي طيبي؟ واش فيك التاويل؟ وانا ولدي راه كنطيب لي غير شنو شنو شنو. المهم ما خلات فيا غير لينسات، كلشي بقى في عائلتي غير تيشوف وما متيقينش وسط اش تحطو. مشاو وبقات كتسيني انني نرفض. ماما بدات كتطلب فيا الله يرحم ليك الوالدين ما تقولي لولدها والو. ديك الليله وشحال بكيت، علاش يا سيدي ربي توقع لي هذا الشيء؟ ما كتعرفنيش كيفاش دايره وهانتني. سولني ولدها كيفاش دازت الامور، كلشي هو هذاك كيف ما وصاتني ماما. وكيف جاتك ماما؟ مزيان الله يعمرها دار. دازت 3 ايام منين شافتني ماما دارت حتى شي رده فعل وهي تقول لي هاجي نقول لك هذوك الناس ما صالحينش ليك، وبدات كتقول لي عليا كلام اللي ما كاينش. من بعد غادي نكتشف بلي انه السيده صعيبه بزاف وبلي انا مشات عاودت لواحد السيد كيعرف صاحبتي بلي انا حالتي وكنتمي العائله اللي كلها سحاره، وبلي ولدها كان غادي يطيح في عائله اللي ما كتسواش وبلي ما كبرناش بهم وما حطينا لهم حتى شي حاجه. دارنا سولوني عليه قلت لهم راه حنا ما تفاهمناش وصف. داروا فيا المره الثانيه ولاموني بلي انا اللي ما كنعرفش نتصرف. شعلت العافيه في قلبي وحدي كنبقى كنصلي وكنبكي باش انني نتهدن، باش الصباح كنتصرف مع دارنا عادي وما كيعرفوا حتى شي حاجه. تقريبا دازت واحد 3 شهور وجا كونكور الثاني ودوزته ونجحت فيه وخدمت وربي نصرني وفرحت. من بعد شهرين من الخدمه ديالي ماما مرضات وكان خصها دير واحد العمليه بسيطه، ولكن مع النفسيه ديالها والجسد ديالها كانوا منهمكين
ماما ما فاقتش ودخلت في كوما ومشات البيت الخطر وبقينا في المعاناة. وأنا يلا بدي الخدمة وما عارفاش واش نفرح مع خدمتي اللي بديت فيها ولا غنقدر نعاون بها ماما وكاع داكشي اللي ما كانش قدرات ديرو نديرو ليها ولا نبكي على الحال ديالها والمعاناة ديالها. كل نهار كنا كنسولوا أنا وخوتي على الحالة ديالها واش كتطور، ما كاينش الجديد، والمعاناة طولت لمدة شهر وهي مغيبة، والكلينيك كل 3 أيام تزيد علينا المصاريف، ما لقينا ما نديرو من غير الدعاء، والعائلة تيقولوا لنا خرجوها راكم ما قادينش على داك الشيء، راه السيده غادي تموت. كل ليله كدوز كحله وكل صباح تنمشي للخدمه كنسالي وكنهبط نيشا للكلينيك كنساين حدا الباب انا وخوتي يا ربي خرجوا لنا غير شي خبر ديال الخير، غير التحركات ولا درتي شي حاجه بسيطه، ولكن ما كاين حتى شي جديد. تنسولوهم تيقولوا لنا غادي تبقاها بحال هكا حتى تستجب مع الدوايات، ولا ما استجبتش حنا راه ما كنحيوش الموتى. وهذا هو الكلام اللي كنا كنسمعوه من عند الاطباء. واحد العدد تعذبنا في ديك الوقت، ماما كتموت بشويه وكتضعف وما كتاكلش وديري لها غير تيو، حتى لواحد النهار غادي يعيطوا علينا وقالوا لنا باللي راه ماماكم لا ما ماتتش ولكن فاقت، غادي يطلعوها لواحد البيت وبدات معاناه وحده اخرى نتاع الترويض، حيت ما بقاش كتعرف لا تهضر ولا كتعرفنا ولا حتى تاكل، بحال شي بيبي يلا خرج من الكرش ديال امه، معاناته وحده اخرى. ولكن الحمد لله انها حلت عينيها، وهذا هو المهم وهذا هو الفضل. خرجناها وديناها للدار مع العلم كاين غير انا وبابا في ديك البارتمان، وخا ساكنين العائله ديال بابا فوق منا، بقيت رد البال ماما وكنخدم وكنبقى كنجي كنجري باش نعطيها الدواء. دازت تقريبا واحد الشهر وجاتها كريز في كريز وحده اخرى. في ديك الوقت بابا كان مريض وما كناش رادين ليه البال حيت كنا ملاهيين مع ماما. في ديك الوقت اللي فيها هي مرضات قالت لي اختي بلي انا واحد السيده دوات معاها وقالت لها بلي انا وبغينا اختك لواحد السيد من العائله. انا ضات في اختي وقلت لها ما تبقايش تقولي ليا هادشي حيت حنا دابا كاينين في المرض. قالت لي غير دوي ما تدفنيش راسك في وسط هادشي كله. انا كنت رافضه الفكره نهائيا، ما يمكنش ماما مريضه وانا نوض نفكر في الزواج، لا مستحيل. المهم غادي تعطيها لمرتي وانا ما ديتهاش في داكشي. ولات ماما شي شويه كتحسن كتجلس كتاكل. بابا حسينا بيه بلي انا وبدا كيتخنق، ما كناش تنعرفو مالو حيت هو ما تيقولش وحنا ما كناش قرابين ليه. واحد النهار قال لينا ما نقدرش نتنفس، دينا الكلينيك وشافوا شنو عنده. ماما مازال ما تشافاتش ومازال ما ناضتش حتى غادي يقول لنا بلي انا وباكم فيه سرطان. ما عرفش واش نتقلق على ماما اللي مريضه ولا على بابا اللي فيه السرطان والعلاج ديالو اللي غيكون طويل ومكلف. بقينا تنقلبوا التحاليل، هو رفض رفض تام انه يدير الشيميو، ما بغاش، عينا فيه. وبدينا كنجيبوا لاباري ديال الاكسجين للدار، ولاو عندنا زوج ديال المرضى في الدار. كنقابلو هو بالليل حيت ما كيقدرش ينعس حيتاش كيتخنق، وماما كتبقى غير ناعسه، خاصني نوضها ونحركها. عاش واحد المرحله صعيبه من حياتي بزاف، وانا يلاه بادي الخدمه كل دقيقه يقدر يعيط لها فيها بابا حيتاش كيتخنق. دوزت مع واحد المرض اللي كان صعيب، وصل شي كله غيدوي معايا داك السيد وقال لي بلي انا باغي نتزوج بك. قلت لي انا والديا مرض وما نقدرش نقول لك دابا شي حاجه، انا بغيت غير نتعرف عليك بنت الناس، ما غنديرو حتى حاجه هاد الساعه. ماما بدات كتفيق شويه شويه وبدات كتعرفنا، ولكن مازال ما قادره تنوض وتصرف بوحدها في الدار. كانوا خواتها تيبغاو يفرحوها وقالوا ليها بلي انه جاو شي خطاب فرانيا، فرحات وبدات كتقول لي هديها في حياتك. ماما ما كانتش عارفه بلي بابا مريض، كتشوفو معانا ولكن ما تعرفاتش عليه مازال، عرفاتنا حنا حيت كنا قرابين منها بزاف في ديك الوقت، وخصوصا انا حيت انا اللي كنت مقابلاها. عرفت على السيد وقلت ليه بلي انا وحالتي ما كتسمحش ليا انني نزيد معك شي خطوه لقدام، طلب مني غير التعارف. اختي قالتها لبابا اللي قال لها بلي انا خاصكم تشوفوا دوك الناس، غتجي مو واختو باش نتقابلوا معاهم. حنا العيالات جلسنا معاهم وكانوا ناس اللي هما مزيانين ومتقين الله ومحترمين. خواتاتي بداو تيقولوا لي ما تهمليش راسك وخصك توركي على راسك وتستعدي للحياه ديالك الجديده. انا كنت نرفض ظاهريا ولكن داخليا كنت باغا ندير هذه الخطوه. جاتني فرصه مزيانه حيتاش ما كنتش باغي يوقع ليا كيف ما وقع ليا في تجارب الزوج اللي كانوا فايتين. فعلا تعرفنا على دوك الناس، وبابا قال لختي ضروري يتعرف عليهم حتى هو، واخا نوضو نديرو غير خطوبه. انا دوت مع داك السيد وحددنا الموعد. بابا كان متشوق باش انه يتلاقى بهم. دازت شي ايامات، 3 ايام قبل ما يجيو بالضبط هاد الناس، واحد الصباح غادي نوض باش نمشي للخدمه، ولكن قبل بديت كنعطي الدواء لماما وكنعطيه لبابا. ماما كانت فايقه سولتني واش انا غادي نخدم، وهنا تيقنت بلي انه ماما ولات واعيه 100%. وقلت ليها اه، ناضت عرفت شنو دير وعرفت الصباح. انا جاتني في شيشك لانه ما كنت كتعرف حتى شي حاجه. ناضت وجدت لي الفطور وقالت لي بلي انا راني مزيان الحمد لله. فرحت واحد الفرحه، اول مره غنمشي لخدمتي مرتاحه حيتاش عرفت بلي انه ماما رجعت الحياه بالوعي وبكل شيء، وعلى الاقل
واحد المريض ولا مزيان في الدار، واخا بابا كانت كتراجع الصحه ديالو. هضرت مع اخوتي كلهم وقلت لهم راه ماما ولات بخير وهي اللي وجدت لينا الفطور. رجعت من الخدمه بقات كتسولني ماما مال باباك شفت حداه واحد لاباري؟ قلت لها لا والو، ما كنتش بغيت نخلعها حيت هي ما كانت عارفه والو. داك النهار ما نقولش لكم شحال فرحت، قلت الحمد لله على الاقل الا جاو دوك الناس غتكون ماما عاقله على راسها وعارفه شنو كتقول. بابا جاتو الكريز من جديد وتزير كما العاده، بقيت كندير ليه في لاباري. كيبان ليا الدواء ما كيدخلش ليه، بقيت كنقول ليا يمكن هادي الاخر عليا ما بقيتش غادي نعيش، بقيت كنقول ليه لا ما تخافش راه الكريز كتجيك يوميا. انا كنقول حيت عارفه الوالد ديالي ما كيصبرش وهذاك هذا بيفوت الحال، بقيت كندير ليه في الدواء واخا كيبان ليا الدواء ما كيدوش. وماما جالسه حداك كتشوف فيه مصدومه مسكينه ما فاهمه والو، بقيت كندير ليه الدواء وتيقول ليا بنتي راني غادي نموت غادي نموت. دخلت تعيط لخوتي قلت لهم راه ما عرفتش مالو كيقول لي هاد الهضره. قال لي خويا انا معطل شويه صيفط لك لومبيلونس تجي تديه. عيط على لومبيلونس الوالد ديالي شاديه في يدي تقول لي مشيت بنتي مشيت وكيشوف فيا. بقيت كنقول لي غير خليك ما دويش ما دويش باش تقدر تنفس. قالت لي الماسك قال لي الوالد ترخى ترخى مابقاش جالس كنحيد لي الماسك تيبان لي كيشهق. كندور كنلقى بابا حدايا وخاصني نشوف هادشي اليوم ولات مزيان. دابا 10 دقايق حيدت الماسك لقيت الوالد ديالي توفى. مقدرتش نقول ماما كتقول لي مالو مالو، كنقول مالو والو رجعت لي الماسك. كتقول لي ماما مالو، تنقول ليها والو. رجعت لي الماسك ديالو بحيلة ما وقع والو. داو السبيطار لقاو بلي انه فعلا مات، وقال لي الطبيب بلي انه الوالد ديالك الله يرحمه. ماما بقات مصدومه وما فهمت حتى حاجه، بقات تتسول علاه مالو شنو واقع ليه واش هو مريض. تنقول لها لا راه غير كوما، انا تبلوكيت وما عرفتش شنو ندير، عمرني ما شفت الحاله ديال الموت في حياتي، ما عرفتش كيفاش نتصرف. واش نكون انا مثلا فرطت في الاهتمام من جهته؟ جاني واحد الاحساس اللي كان في شي شكل. عيطت مره اخرى لخوتي وهاد المره باش نقول لهم بلي انه بانا راه مات. هادوك الناس اللي كانوا جايين من ورا يومين للخطبه صدقوا جاو للجنازه. وانا كنقول يا ربي علاش اللي صاري بحال هكا داير، الله يا ربي علاش ديما الناس خاصهم يشوفوا فيا الشوفه ديال الشفقه. نهار خواتي تي كيصبروا فيا وتقول لي ما عندك ما ديري. شويه كيضحكوا تيبقاو يقولوا لي خدمتي مرضات بابا غتخدمي بنت الوالد زعما ديما كيتبعك شي ابتلاء. وانا داكشي بحال كضربني في قلبي بحال كنضرب بشقر تاسو اللي كيقولوا لي داك الهضره. وانا داكشي كان تيمرضني في قلبي، حسيت عاوتاني بلي انا الدنيا وقفت من جديد وما عرفتش شنو ندير. واش نحزن عليه ولا نفرح حيتاش ماما ولات مزيان وغادي نديها في حياتي. ماما لابسه البيض وهي اصلا ما عارف واش راجلها كان مريض. بقيت بحال شي طبيب نفساني معاها، كل نهار كنوصل ليها فكره بلي انه راه كان مريض وهاشنو وقع. من مورا الجنازه دويت مع داك السيد وقلت ليه بلي انه هاد الحاله اللي فيها انا ما كتسمحش ليا. خوتي وخواتاتي قالوا ليا لا غادي تكملي حيتاش الوالد هو اللي كان باغي هاد الشيء وما غاديش تحبسي لانه هذاك قضاء ديال مولانا. مشيت كنسول الائمه ديال المساجد قالوا لي خاص دوز غير واحد الفتره ومن بعد ديري الخطوبه ديالك. سيد حسيت بيه بلي انه كان باغيني الخطوبه وعائلته وجدوا وحدوا الوقت، شفنا حتى عينا وقلنا غادي نديرو معاهم من هنا 40 يوم على الموت وصافي بلا عرس بلا والو. هو كان باغيني ولكن وافق على الراي ديالي. جا النهار ديال الخطوبه، لحد الان ما كنبغيش نشوف التصاور تاع داك النهار. زعما لبست كسيوا ولكن لا صلات عندي لا فرحه، بقيت بوحدي جالسه في الاول حيت ما قدروش خواتاتي يطلعوا يشوفوني في ديك الحاله. كنحني وانا كنبكي العائله كيبكي. اصلا الاغلبيه ما جاوش ليا، الاغلبيه شي تقلق شي قال راه ما خصكش دير هكاك. دازت خطوبه عندي بابا لابسه البيض حتى زعما صحباتي اللي ضحكوا معايا شويه وصافي وكلوا الناس وشربوا ومشاو. من موراها تأزمت بزاف وليت كنبكي بزاف، صافي حسيت بالذنب وتنقول ما كانش خاصني نديرها. وكنا قلنا انه من بعد 6 شهور غادي نديروا العقد، من بعد الخطوبه غادي يوقع ليا مشكل واحد اخر، انا وداك السيد الاول اللي تيجي اختي من العائله ديال راجلها اللي مشى دار العرس ونشرني في ديك الليله. فجاه مو غادي تعيط على اختي وغادي تقول ليها اختي غبرتو بلا ما تعتذروا بلا والو. واش خصك تزوجات؟ اييه علاش؟ كيفاش علاش؟ غادي تزوج وانتم ما اعتذرتوش ولدكم مشى في حياته وخلاها. لا ما غاديش تزوج وتخلي ولدي في هذه الحاله، علاش مال ولدك؟ ياك تزوج والد؟ لا ولدي مرض نفسيا
وكيطيح وكيغوت بسميتها، ومرتو ما بقاتش صابره وبدات كتغوت وتسول شكون هي هاد خيتي. في الاول اختي ما قالتش لي هادشي حتى دخلت في شي اتهامات وكان خصها تسولني حيتاش تخلعات، عاد قالت لي هاد الكلام. قالت لها اه ولدي كندير ليه الرقيه، وقال لنا بلي انا ديك السيده اللي كنطق بسميتها هي اللي سحرت لولدي واللي هي رانيا، وهي اللي دات لي شي حاجه باش انه يولي بحال هكاك مخربق في حياته وكيغوت غير بها. قالت لها اختي واش دابا انت كتبان لك بلي انه ديك البنت تقدر دير هاد الشيء وكانت صغيره ما كان عندها حتى شي درهم باش تمشي حتى في التران باش تقرا، كيفاش بغيتي تسحر لولدك؟ قالت لها وحتى انت معاها جمعتنا بزوج، وقالت لها غادي ندفع لكم شكايه لوكيل مالك. حشومة عليك بركه عليها غير داكشي اللي كدوز منه، راه ماما مريضه وباها يلاه مات ويلاه باغا تفرح، وانت ناويه تنكدي عليها ما تخليش ولدي بحال هكا، غندفع لكم الشكايه بالسحر والشعوذه. اختي غادي تقول لها الله ياخذ فيك الحق حيت اختي ما دارت والو. من بعد بدات تقول لها راه اختك كانت مع ولدي في علاقه كانوا تيديروا شي حوايج وشككوا في الشرف ديالي. اختي خافت وجات كدوي معايا وقالت لي قولي لي الصراحه واش هادشي كاين؟ مستحيل ندير شي حاجه بحال هادي، عمرو حتى ما قرب مني اصلا، اشنو قالت امو واشنو باش اتهمتك؟ عافاك اختي المره الجايه اذا دوات معاك قول ليها اذا هي كانت غادي تدعيني الوكيل الملك حنا غادي ندعيوها الله حيت حنا ما دايرين والو، واذا دعيتينا حنا حتى حنا راه غادي ندعيوك. بقات كتعيط لاختي كل نهار، اختي ما تلاش بغا انها تدوي معايا، بقات كتعيط لاختي كل نهار واختي ما تلاش بغا تدوي معايا في هادشي، بغاتني نركز على حياتي. وقالت لها هذيك ديري اللي بغيتي. ملي قربت لقيتها قال لي خويا بلي ضروري ديري شي نهار تفرحي به، ودابا راه دازت مده وهادشي كنا اصلا حنا مقررينه. دوزت العرس ومن بعده في شهر ديال العسل ديالي غادي يوصلني الخبر بلي انه هادوك الناس التانيين اللي جاو عندنا وعيرتني امو ودوات مورا ظهري جاني واحد الخبر اللي ما تبغيهش لهذوك. ديك المره اللي جات عندنا غادي يقتلها الاب اللي هو راجلها وغادي يشعل العافيه في دارو وطلع انتحر لحراسو من السطح. فاجعة اللي كانت وقعت انا داك منتشره في ديك المدينه، داك اللي كان غادي يتزوج بيا مات والديه بواحد الطريقه اللي كانت بشعه. بقى فيا بزاف وتصدمت وتفكرت في ديك الليله فاش خرجوا من عندنا وقريت صوره الدخان، وبديت نقول واش هاد الشيء عنده علاقه ولا خير صدفه. ولكن ديك السيده الله يرحمها عادتني بزاف حيتاش كنت حساسه وما كنتش كنرضى على الحقره، مع تحقرت بزاف صغري. دازت مده ديال 6 شهور وخرجت الهضره بلي ديك السيده الاولى من العائله ديال راجل اختي واتهمتنا جاتها هي السرطان في المعده وكتصارع مع المرض ديالها لمده شهرين ولا ثلاثه حتى توفات. مشات ماما واختي للجنازه وتسامحوا معها حيت حنا بصح والله ما كنفكروا في داكشي ولا عمرنا ادينا شي حد. انا كشخص منين كنتصدر كنوض كنصلي، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كنتقنها واللي كنقدر نديرها. كنسلم امر المولانا وكنبقى كنبكي وكندعي وكنتخشع حتى كنبرد. انا اليوم هذه عامين باش تزوجت براجل اللي درويش والله يعمرها دار، واخا مو صعيبه وكتدخل في التفاصيل ديال حياتي وكتجيها الغيره وكتدخل حتى في شنو غادي نلبس، والله العظيم الا كتدخل ليا حتى في العاده الشهريه ديالي وكتعرف واش جاتني ولا مازال، زعما واش انا حامله ولا لا. انا مازال ربي ما رزقنيش بالدريه، واخا عارفه بلي انا ربي ما غاديش يدير ليا غير اللي فيها الخير، ولكن كنتاثر بالكلام ديال الام ديالو حيتاش كتخرج عليا بلي انا اللي فيها مشكل. واكثر من هذا ناويه انها تجي تسكن معايا، وانا متاكده بلي انا اذا جات حياتي غادي تحول جحيم، لانه انسانه وقحه ما كتحشمش وكدير بالعاني راسها بلي انا مريضه، واللي شافتها عندي كتقول لولدها حتى هي بغات بحالها معاناه من كوكب اخر. راجلي درويش ولكن ما كيقدرش يدير لمو علما انه عارفها كضرني. حاليا غادي يوصلني الخبر بلي انا وداك السيد الاول اللي خطبني ومشى للخارج وطلق كيقلب عليا، ولي تيشوفو تيقول لي بلي انه بحيله مختل عقليا واحد شويه. انا خايفه انه اللي يوصل ليا ويؤذيني حيتاش يقدر يوصل لواحد السيده قريبه ليا ودوا معاها، وخفت لانه يدير لي مشكل في حياتي، خصوصا انني كنحس براسي بلي انني مازال ما مستقراش بلا وليدات، خصوصا مع هاد الحمات اللي كتعامل معايا بديك الطريقه. خفت لي يكون فعلا مختل وينوي انه يؤذيني. اما نصيحتي للبنات، نصيحتي للاباء ماشي الامهات، حيت الاباء هما اللي كيخليو البنت كتكون عارفه شنو كدير، كتكون ملي كتكوني ما دقتيش هذاك الطعم ديال الابوه ديما كتبقاي تقلبي على شي واحد تعيشي معاه وكتصدقي كتزربي في قراراتك، ملي كتزربي في قراراتك كتندمي عليهم ابخي ولا كتلقي راسك لحقتي راسك في شي حوايج اللي شفتيهم انهم مسلكينش ولكن ضركتي على كلشي غير باش تعيشي هذيك اللحظه. انا الوالد ديالي ما عمرني عنقته في حياتي
لدرجة أنه كيموت بالكونسير وما كنتش كنقدر كاع نعنقو، وكنبقى حداه كيشوف فيا وكنشوف فيه، ولكن كاين حتى شي فيدباك من جهتي أنا ولا شي حاجة، يعني ما قديتش حيت شي حاجة ما كبرتيش فيها ميمكنش ديريها من بعد، وخلى فيا تروماتيزاني زعما حياتي كلها. أنا كنحس براسي تروماتيزي بسبب هذاك الشيء اللي عشتو في الصغر، وكنطلب منهم يدعوا معايا بالذرية الصالحة يا ربي غير باش تقر العين ديالي، حيت ميمكنش زعما في وسط الحرب كلها اللي أنا عايشها وما يكونش عندي شي حاجة اللي تفرحني، ما يمكنش كنحس براسي كنضيع بحالك، ودابا كنحس براسي بحال كنخسر صحتي. وياكم تبقاو تظلموا بنات الناس، وياكم الانسان ما خاصوش يظلمها. مثلا ما بغيتش شي واحد لولدك، قلبي على شي طريقه حبيا، ما تجرحيش ديك البنت، ما تطيحيش الباطل، ما تعديش عرفتي لواحد الدرجه. دابا انا عجوز سي كتعدي عليا وهي ما عارفاش، عرفتي لواحد الدرجه راه ما كتخيلش، والعاقبة راه ما غاديش تخرج على خير، حيت الظلم ظلمات. الانسان اللي كيتعدى على بنت الناس وهي اصلا زعما اللي فيها كافيها وهي اصلا مدمره، اش كيتسنى؟ ربي ما عمره غادي زعما غادي يدوزها غير هكاك، دائما غادي تاخد الجزاء ديالك في الدنيا قبل الاخره. كنتمنى انكم تقولوا لي كيفاش ندير اولا شنو ندير في الزواج باش ما نبقاش نفكر بزاف. وهذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكايه رانيا. منا بزاف اللي كيسول علاش كيتاخر الفرج عليه. شوفوا ربي تيكتب لنا واحد المقام ديال الفردوس في الاخره، ولكن ماشي بالعمل ديالنا باش غادي ندخلوا ليه. تيقول رسول الله عليه الصلاه والسلام: ان الله لا ينظر الى العبد فيكتب له منزله عاليه في القيامه فيبتليه في نفسه او ماله او ولده فكيرفعه الى هذه المنزله. فانت يا رانيا اذا ربي ابتلاك في نفسك فالدليل واضح انه محبه من الله لك، انه حبك وراك كل من ظلمك انتقم لك منه. عن دوري غادي نقول لك الله يرزقك الذريه الصالحه كيف ما انت بغيتي وكيف اي وحده بغات، ولكن ربما بغاش يعجل لك بهذا الامر وهو اعلم انه ربما تقدري تمحني مع مط راجلك او لا تدخل في التربيه نتاع هذا البيبي او لا لاسباب متعدده لا يعلمها الا هو. اما بالنسبه لك انا كنشوف بلي انك كتعيشي عوض جميل، واخا كتمتحني بحماتك دعي الله انه يهديها، واذا كيبان لك شي حل اللي هو غادي يريحك فيه انا تنقول من الاحسن انك ديريه وتطبقيه. اما السيد اللي تابعك باش انه ما عرفش واش ينتقم منك ولا شنو يدير لك، كنظن بلي انه ضروري تفتحي راجلك في هذا الموضوع باش يكون درايه لربما تقدر توقع شي حاجه في المستقبل. الله يحفظ. هذه هي كانت حكايتنا الليله ديال رانيا. يا متابعين يا كرام ما تبخلوش عليها في انكم تعطيو الاراء ديالكم ليها لانها محتاجها. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.